مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من شويه فضفضه. الحلقه دي يمكن متاخر اليوم، انا في العادي بنزل حلقات يوم الجمعه، بس يعني كان عندي شويه مشاغل امبارح. خلينا نبتدي كده عشان بس المواضيع كتير واحاول ما اطولش عليكم بقدر الامكان. اول حاجه، يمكن ما كانش الاسبوع اللي فات، كان قبلها بشويه، كان في بنت اسمها ريهام شعبان. هي بتقول شعر، هي عاملاه ميكس ما بين عربي وانجلش، وكانت بتتكلم عن مشاعر البنت لما تكون معجبه بحد ومش قادره تقول وما شابه ذلك. يعني الفيديو كان في مكان ما، كافيه او ما شابه ذلك يعني، وكان ظريف جدا، اتعمل له فيوز كتير، اتعمل له شير كتير، وكل الناس كانت معجبه. بناء عليه احد البرامج التلفزيونيه استضافوها، لسبب او لاخر ادائها ما كانش احسن حاجه في البرنامج، وفجأة الموضوع تحول من حاجة منتشرة بها فيوز كتير ليها شيرز كتير، وده السبب ان هي راحت التلفزيون، لمادة ان هي تعمل عليها كوميكس ويتعمل عليها ايديت تتجمع مع افلام وكده، وان ايه الهبل اللي كنا في التلفزيون ده. وده احد الحاجات اللي بتورد تناقض اللي احنا فيه في المجتمع. احنا في لحظة بنبقى فوق وفي لحظة بنبقى تحت قوي، مع انه نفس الشخص تقريبا كانت نفس القصيدة او نفس الشعر اللي هي قالاه، هي بس يمكن كانت مرتبطة من التلفزيون او اي حاجة، فما كانش نفس الاداء. ولمجرد ان هو مش نفس الاداء خلى الدنيا من سابع سما لسابع ارض. الحاجة اللي بعد كده، كان في ظهور او استضافة لدكتور عصام حجي، العالم المصري اللي بيشتغل في ناسا، كان على برنامج يوتيوب اللي دلوقتي بيشغلوا الموقع او صفحه اسمها التلفزيون العربي. بغض النظر الصفحه دي انتماءاتها ايه، في ناس بتقول اخوان، في ناس بتقول ايا كان يعني. هجوم شديد جدا لمجرد ظهور دكتور عصام، مش عارف ليه. شفت كذا جزء من كلامه في البرنامج، ما قالش اي حاجة. هو كل احنا لما طلب مننا نكون مع الادارة اللي كانت ماسكة، كان بيتكلم عن الفترة اللي هو كان فيها مستشار علمي مع المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت وقتها، وقال ان عمر العلم اللي كان بيدخل في السياسة، وبس السياسة هي اللي ساعات بتدخل في العلم. وكان بيتكلم قصده باختصار يعني على كمية الندوات اللي كانت ليه سواء في مكتبة الإسكندرية أو غيره، وكانت بتتلغي بأوامر أمنية. هو ده اللي قاله، أو ده ملخص اللي قاله، يعني ما طلعش عن السياق ده. كل ما بيجي سيرة عصام حجي أو حد من الناس اللي زيه، هجوم شديد، والناس دي عايزة ايه، والناس مش عارف ايه. هو عايز ايه عصام حجي؟ كان كل كام بيتكلم فيه ان احنا نستثمر في العلم. والفيديو المشهور اللي هو كان مع باسم يوسف، برنامج امريكا بالعربي، ان هو ما نضيعش طاقة الشباب في سن من 20 ل 30 في الشقة والمهر والمش عارف ايه والكلام ده كله. بيقول لك الناس افريج اعمار في المشروعات الكبيرة في ناسا بيبقى 27 او 28 سنة، ده افريج الاعمار يعني. الناس بقى وصلت تتكلم ان هي بتشكك في ناسا وبتشكك في العلم بتاع الفضاء او علوم الفضاء عموما، لمجرد ان عصام حجي فيها، ومجرد هم مختلفين معايا لاي سبب كان. ده بالنسبة لي شيء مش منطقي. الموضوع الاكبر اللي بعد كده كان في المنيا. القصة باختصار، هي مش اول مرة تحصل يعني، ان بيبقى ناس بتصلي في الكنيسة، فيطلع مجموعة من المتشددين في القرية دي، مش عارف ليه المنيا بتحيد، بس الموضوع حصل كذا مرة في المنيا، فيبقى ناس من المتشددين مظاهرات ولا او مش عارف ايه، وما تصلوش وبتاع وشتايم وبتاع، يجي الامن يحوط الدنيا، يفصل دول عن دول، يطلع الناس من الكنيسة، يقفل الكنيسة، ياخد الناس اللي في الكنيسة ويمشي. اللي زاد المرة دي ان الانبا ماكاريوس الاسقف المسؤول عن المنطقة دي او المسؤول عن المنيا، ابتدى يتكلم وابتدى يبقى فيه بيان يطلع من الكنيسة. واختصاره ان احنا دايما بنسعى للهدوء مش للإثارة. بس هو مش منطقي ان كل مره يحصل كده، ان
الجاني هو اللي يتسمع كلامه والمجني عليه يتاخد ويمشي وخلاص على كده. الراجل ما قالش اكتر من كده وجاني كنيسة ما فيهوش اكتر من كده. فابتدى الكلام انه هو في مشكله في الورق بتاع الكنيسه و تقريبا دي رابع مره الموضوع ده يتكرر. فلو مشكله في الورق الكنيسه دي طب باقي المواقف اللي فاتت كانت ايه؟ هو ما كانش نفس المكان. وفي واحد طلع انا اول مره اسمع عنه بيقول اسمه محمد الباز والناس بتتريق عليه بتقول الباز افندي في قناه النخبه. وطلع علانية قال ان لما ما كان هو المسؤول عن الفتنة الطائفية في المنيا او هو المحرض عن الفتنة الطائفية في المنيا وشتم او غلط فيه او كده. انا مش عارف الراجل ده ازاي مسكوت عليه ومين اصلا هو يعني اول مرة اسمع عنه. لو يعني زي افهات الافلام اللي مسمعت عنك في مجلة ميكي يعني. بس ما علينا. ولنفترض ان في مشكلة في ورقة الكنيسة. نسأل نفس السؤال وماذا عن الثلاث حوادث السابقة؟ لو مفيش مشكلة في الورق طيب هو الراجل ممكن يشوف حاجة هو ليه مفيش تعامل مع دوت جي بي؟ الغريب في الموضوع ان الموضوع ده بيحصل بعد اسبوع بالظبط من افتتاح كبقية بلاد المسيح مع مسجد الفتاح العليم واللي رغم كل الانتقادات اللي اتقالت على الفلوس والمدار والكلام ده كله اتقال ان الهدف الرئيسي انه ده اعلان واضح وخطوة صريحة من سيادة الرئيس ومن الدولة وتجديد الخطاب الديني والمواطنة و فبعدها باسبوع يحصل كده ويبقى تثقف المسؤولين او الحكومة بالشكل ده. طب ايه؟ يعني محدش فاهم. وبعدين ازاي يتسكت على اعلامي ايا كان اللي هو انه بيشتم اي شخص؟ مش هقول لك رمز ديني بس او رجل ديني، بيشتم اي شخص؟ محدش يتعامل مع الشخص ده ليه؟ يعني خلينا نشوف الدنيا هيحصل فيها ايه واتمنى الموضوع ده ما يحصلش تاني. بس بجد الموضوع زاد قوي في المنيا يعني بيروح حد في المنيا يسكت. الحاجة اللي بعد كده رامي مالك هو ممثل امريكي من اصل مصري كسب جائزه مؤخرا عن دوره في اخر افلام ورامي. والناس بقى ابتدت تحط صوره جنب صلاح ومجدي يعقوب ومش عارف ايه الكلام ده. رامي مالك يا جماعه ما قالش خالص ان هو مصري ولا في اي انترفيو قال ان هو مصري ولا اي حاجه من الحاجات دي. يعني بلاش نزيد في الزيتة. يعني هو راجل ممثل كويس وكل حاجة بس موضوع ان هو مصري ده ملوش علاقة بأي موضوع خالص ولا هو اتكلم فيه ولا حد بيتكلم فيه معاه. الناس بتتعامل معاه لأنه ممثل أمريكي اسمه رامي مالك فما نقفرش في الموضوع. آخر حاجة بعد كده كانت حاجة يعني في السريع كده موضوع التنيير تشالنج واللي قالوا بقى ده عشان الفيس ريكوجنيشن من فيسبوك ومارك زوكربيرج بيلعب بالعالم ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا بس كان في كومنت فصيل جدا اللي هو كل واحد يجي يحط التشالنج ده فيقول لك يلا هي جت عليا. هي جت عليك ايه؟ هو العالم فيه 7 مليار واحد فلو انت متخيل ان فيه 6 مليار و900 مليون عملوا التشالنج ده وانت اللي فاضل لا حبيبي لسه ناس كتير. بس ده كده كان سريع الدنيا ماشيه ازاي والاحداث بتاعت الاسبوع اللي فات. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله ومستني تعليقاتكم واقتراحاتكم. سلام.